تحت رعاية سعادة السيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة، انطلقت فعاليات الورشة العملية العاشرة لطب رياضة السيارات، والتي تنظم سنويا من قبل الاتحاد البحريني للسيارات بالتنسيق مع وزارة الصحة، والتي استهدفت المعنيين من الطواقم الطبية والتمريضية والفنية المشاركة في النسخة المقبلة من سباقات الفورمولا 1. لتدارك ما لا يحمد عقباه، ولتجنب الأسوأ الذي قد يحصل في منافسات سباق جائزة البحرين الكبرى الفورمولا 1 التي ستستضيفها البحرين في 6 من الشهر المقبل، قدمت الورشة العملية العاشرة لطب رياضة السيارات نفسها كدليل توضيحي يقف على نوعية الخدمة الطبية المتميزة الواجب تعاطيها مع مختلف أشكال الحوادث المتوقعة التي قد تخلف أضرارا في الأجساد والأرواح. لابد من يكون هناك تدريب متطور ومستمر، ونأمل نجاح هذا التدريب والاستعداد الكامل كما هو معتاد من مملكة البحرين في السنوات الماضية، يكون هناك استعداد مستمر، وسوف يكون هناك أيضا التدريب العملي على الحلبة الأسبوع القادم بعد هذه الورشة العمل، فنتمنى التوفيق للجميع. جميع المعدات اللازمة حسب الأنظمة اللي موجودة وحسب المتطلبات اللي الفورمولا 1 تطلبها يكون موجود في وزارة الصحة، وإحنا نفتخر أن حوالي 85% من العاملين في هذه الكوادر الطبية والصحية الموجودة عندنا هم بحرينيين، وقد أخذوا كورسات تدريبية على هالموضوع في الصحة الثانوية في مجمع السلمانية الطبي، من قسم الطوارئ لقسم العناية القصوى لقسم الحروق لقسم الجراحة لقسم العظام، الجميع جاهزة. حلقات تعريفية ومحاضرات نظرية وأخرى عملية تناقلت من خلالها آراء المعنيين من أطباء واختصاصيي إسعافات أولية لتمتزج بمكنونها الطبي الذي حدق في أكثر الحوادث شيوعا خصوصا في مثل هذا النوع من المنافسات، وكيفية التعامل مع مختلف أنواع الإصابات كإصابة الرأس وطرق الإنعاش والإسعاف الأولي بالشكل الذي يضمن صحة الجميع. لأهمية هذا الحدث تشارك الصحة الأولية تقريبا 11 طبيب و16 ممرض ويعملون في 7 عيادات في الحلبة على مدار الساعة أيام المهرجان. طبعا بالنسبة إلى الحالات اللي يتم تحويلها بعدين حسب خطورتها إلى المتواجدين من الصحة الثانوية، الموجودين عندنا طبعا يكونون في العيادات، وأيضا أنهم يتابعون المتفرجين ويتابعون العاملين والمتواجدين من الزوار في الحلبة. طريقة الحادث إذا كان على جنب من الأمام من الخلف يعتمد، فأول حاجة نروح نثبتها نتأكد من ثبات الرأس إنزين، ونتأكد من وعي المصاب هل إذا كان واعي أو غير واعي، على هالأساس نقيمه، يعني نروح إلى ABC إنزين نتأكد من ذي الأمور اللي هو التنفس الوعي كل شيء، على ضوء هذه الأمور إحنا نقدر نتحرك بالمصاب بطريقة سريعة أو بحال عادية. من أكثر الحالات اللي تينا حالات الإجهاد الحراري أو التعرض للشمس بسبب الحرارة وغيرها، وفي بعض الحالات تكون الجروح البسيطة ونتعامل مع الحالات، وإذا كان في حالات تستدعي نحولها على الرعاية الصحية الثانوية في المركز الطبي. إن توفير عنصري الأمن والسلامة من أهم أسس رياضة السيارات، لذلك وبشكل سنوي تأتي مثل هذه الورش بالتزامن مع انطلاق منافسات الفورمولا 1 بهدف مواكبة آخر المستجدات التي طرأت على مجال كيفية إنقاذ وإخلاء المتسابقين والعاملين أثناء إجراء السباقات، لتتعداها إلى ضمان عافية الزائرين لحلبة البحرين الدولية ممن رغبوا في حضور الأنشطة المصاحبة أو مجريات السباق المثير. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.